مجموعة من رسامين المحرر على مدينة ماريا لننفذ حملة بتخص الناجيات من معتقلات الأسد، ولنذكر العالم فيهم أنه هن المعتقلين إجمالاً وتحديداً معتقلات النساء ما هن أرقام، يجب محاكمة الأسد المجرم على جرائمه. فريق ريشة أمل عم نشارك بعمل جداري عن المعتقلين، طبعا للتذكير بأن المعتقلين والمعتقلات هم من أهم القضايا. لكل معتقل قصة تحمل في طياتها الكثير من الآلام، وراء كل معتقل أيضا عائلة تعاني ألم البعد والفقدان. نطالب المجتمع الدولي في الضغط على روسيا والنظام في كشف مصير المعتقلين. نحن طلعنا بس أخواتنا لساتن جوا. منتشكر مركز الأمل للتعافي والمناصرة وكل من ساهم بحملة اسمعونا.